السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأس، حوالكم بخير. كما ترون إخواني أخواتي، كما كنا متوقعين، يعني خرج إعلان في السفارات الجزائرية بأنهم أعطوا تسهيلات في التأشيرات الجزائرية للأجانب لأجل ترقية السياحة الصحراوية. قال لك هنا، قال لي قررت السلطات الجزائرية تمكين سياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفارة الجزائرية المعتمدة من الاستفادة من تأشيرة الدخول إلى الجزائر مباشرة عند الوصول إلى مراكز الحدودية. قال لك بدلا من إجراءات تأشيرة ممنوحة على مستوى مصالح السفارة على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 30 يوم، الولايات المعنية بهذا الإجراء هي تمنراست، إليزي، تندوف، أطرار، بشار، تيميمون، جانت، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، وتوغورت. إخواني أخواتي، كما كنا متوقعين بأن هذا الأمر يحصل وهضروا عليه في الصحافة، سبحان الله حتى في الصحافة الأجنبية ولا يهضروا عليه. إخواني أخواتي، في هذا المنشور جزائريين انقلبوا إلى يعني آراء تحمق، يعني انقسمت إلى قسمين. القسم الأول قال بأننا يعني هذا شيء جيد والسياحة ونجيبوا الأموال وعملة صعبة وتشغيل الشباب وتشغيل يعني نديروا مناصب الشغل وغير ذلك. يعني صراحة هذه نظرة سطحية لجميع العوام الجزائريين، والعجيب والأعجب يا إخواني أخواتي، هذه نظرة سطحية حتى يعني يتبناها حتى الناس اللي تعتبر نفسها زعما مثقفة في المجتمع الجزائري، كإعلاميين، كصحفيين، كالمثقفين، كرجال أعمال، حتى السياسيين وغير ذلك. يعني صراحة نظرتهم نظرة سطحية، يعني ينظروا عند رجليهم، يعني ما عندهمش بعد النظر، ما عرفوش يعني ما هي السياحة ومخاطر السياحة وسلبياتها وإيجابياتها. يعني ما شافوش الدول اللي فاتحين بلدانهم للسياحة، يعني كيف تحولت من سياحة إلى سياحة جنسية، ثم تحولت إلى يعني إلى متاجرة بالرقيق الأبيض وغير ذلك. إخواني صراحة هذا الطرف، يعني صراحة الشيء اللي يؤسفني أن هؤلاء الشريحة اللي تعتبر نفسها مثقفة، يعني نظرتها عند رجليها فقط، يعني ما عندوش بعد النظر، وهذا يعبر من مستوى وصل ليه المجتمع تاعنا. يعني حتى المثقفين ما عندهمش بعد النظر. لا بين لك يعني أن الأجانب يعني صافونا مجتمع، يعني مجتمع تاع قطيع، يعني أينما ولوا يولوا معاه حتى لو كانوا مثقفين. يعني لهذا من السهولة، يعني هؤلاء العناتيد والمؤثرين الأجانب هذوك لقاو مجتمعنا السهل الخداع، السهل التلاعب، السهل للضحك عليه بشعارات الرنانة والبراقة. يا للأسف لهذا احنا صراحة هنا شعبنا أصبح فيه عقلية القطيع، لأن القائدين تاعو في حد ذاتهم عندهم عقلية القطيع أو الشريحة المثقفة. أما القسم الثاني من المعارضين يقولون بأن هذه السياحة صراحة قبل أن نفتحوها، يعني واحد يلزم يدرسها من ناحية السلبية والإيجابيات، ويعتبرون رأيهم يقول بأن يعني هذه السياحة هي عبارة عن يعني إرادة دولية لنشر السياحة في الجزائر لأهداف خطيرة وبعيدة مدى ولها أبعاد خطيرة، يعني لتدمير المجتمع ولإدخال الأجانب الأفارقة إلى شمال أفريقيا، وتدخل ضمن مشروع إدخال الأفارقة إلى شمال أفريقيا واستحواذهم على شمال أفريقيا. على كل حال إخواني أخواتي، كما تعلمون أن هذا الطرف يقول يعني هناك دول اللي مبقاش ما ولات ما في، يعني الدول الأخيرة اللي ما ولات ما فيهمش للسياحة هي السعودية والجزائر. وتلاحظون بحسب رأيهم قالوا بأن السعودية الآن أصبحوا كذلك، يعني رغم عندهم الأموال، عندهم البترول، عندهم عملة صعبة وغير ذلك، يعني أصبحوا يروجون للسياحة ويركزوا على السياحة. علاه يعني السياحة لا يركزوا على السياحة؟ حسب رأيهم قالوا بأن هذه السياحة تجعل يعني الشعب السعودي أو يتقبلون الأجنبي ويمهدونهم لإدخال
ثقافات وعقليات أخرى في مجتمع السعودي الذي كان منغلق يعني وكان ديني. يعني لما يدخل الأجانب تدخل عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، وهنا يبدأ المجتمع يتغير في الفكر بتاعه، في عقليات بتاعه، في يعني بمعنى تغريب المجتمع السعودي، يعني إدخاله في التغريب، وهذا أمر خطير. ولهذا أصبحت الدولة الأخيرة اللي ما فيهاش سياحة هي الجزائر. الجزائر هي أصبحت هي الدولة الأخيرة اللي ما فيهاش الجزائر. وراك تشوفوا هذا الآن، رغم كاين مقومات كثيرة 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 كالفلاحة، يعني فيها يعني مقومات كبيرة كبيرة لتطوير الجزائر ورفع الإنتاج وجعل الجزائر يعني دولة يعني كخزان غذائي وقادرة حتى تتوكل كل الدول. لكن لا، ما يروجوش للفلاح، يروجو للسياح. وهذا واضح بأن السياحة صراحة هذه اللي راهي تروج في السعودية وفي الأخرة هذوك الجزائر هي آخر دولة، معناتها هي إرادة دولية لتغريب الشعب الجزائري، لنقل عقلية لتغريب الشعب الجزائري. ثانيا لإدخال يعني عقلية انبطاح الأجنبي، والشعب الذي يستقبل الأجانب يعني يولي يتقبل الأجنبي ويتعامل مع الأجنبي ويتقبله بعاداته وتقاليده. يعني سبحان الله، الأجنبي لما يجيك يعني راح تدلو يعني راح تفرض عليه يتقيد بعادات وتقاليدك؟ لا، مستحيل. يعني في الأوتيلات وفي أماكن تاع السياحة الدولية ها يكون الخمر ويكون النساء ويكون الكباريهات ويكون الفساد، وتفتح الوظائف، هم يقول لك يفتح الوظائف للمشتغلين، تفتح غالب الوظائف التي تشغل وظائف نساء للنساء في الدعارة وفي عالم الانحراف، هذه هي الوظائف، وفي المساجات وغير ذلك. لهذا هذه السياحة، سياحة صراحة أولا تبدأ كسياحة عادية، سائح يجي على أساس يشوف مناظر طبيعية ويشوف الأماكن وغير ذلك. بعدها يعني لما هو ينتقل من بلد لبلد، بعدها يعني يحجم عن الذهاب إلى بلدك، يعني هاي لازم تتنازل، لازم تطيلوا أمور محفزات أخرى باش يجي ليك، باش يجيب لك عملة صعبة. هاي لازم تجيب له النساء وتجيب له المخنثين وتجيب له أطفال وتولي سياحة جنسية، يعني مع مرور الوقت تتحول إلى سياحة جنسية. يعني مستحيل مستحيل يجوك السياح وأنت تفرض عليهم قيم المجتمع تاعك، مستحيل مستحيل تطور سياحة حتى ولو عندك مرافق راقية وغير ذلك، يعني مستحيل. يجب تدير الخمر ويجب تفتح لهم كل الأبواب. وتعلمون إخوان أخواتي، السائح لما يجي على حساب هو كيف هو وش يبغي هو، يعني انت ما عندك ما تدير، يعني واللي دلو شواطئ المتعريين وشواطئ المثليين. فهمتوا كيف يا اخواني اخواتي؟ هذه هي السياحة الدولية التي يروجوا لها. زيادة على ذلك واخطر من ذلك اخواني اخواتي، من مخاطر هذه السياحة، احنا قلنا يعني سلبيات وايجابيات. اذا عندها سياحة ايجابية، ايجابيات يعني قليلة تجيب الدراهم، ولكن سبحان الله حتى الدراهم تاع السياحة مربيين، يعني شغل واحد يشرب في الماء تاع البحر، قد ما تشرب تعطش. واللي عندهم سياحة جنسية صح يجوا عندهم الأموال، يجوا عندهم الأموال، لكن صراحة الأموال هذيك ما يبانوش عليهم أصلا، ما تبانش كاع هذيك الأموال في الاقتصاد ولا تطوير الاقتصاد. بالمقارنة مع الفلاحة، يعني عام عامين تبيع إنتاج واحد جيب لك 200 مليار 300 مليار، ويعني تطور اقتصاد تاعك، تطور فلاحة، تطور صناعة، تفتح مراصب الشغل، يعني الشعب يعني يخدم مليح، وعندنا كل المقومات، لكن لا، راحوا للسياحة. زيادة على ذلك وأخطر من هذا إخوان أخواتي، من سلبية السياحة هذه هي جعل الشعب تاعك هو يتقبل أجنبيا، يعني يتقبلوه يتقبل الشعب تاعك، يعني الشعب المغلق يجعلوه يتقبل الأجنبي، وفي التعامل مع الأجنبي وفي استقرار الأجنبي في بلد تاعك. لهذا هم راهم يعني هذه تدخل في البروجي تاع افريقانا شمال افريقيا، يعني ادخال افارقة واستيطانهم لشمال افريقيا عن طريق السياح. بدليل اخواني اخواتي، واحد افريقي كما شفتوا في السابق واش قالهم لما رحلت الجزائر، رحلة الافارقة، قال لهم
اللي ما تلوموش الدولة، بل لوموا الشعب، المجتمع. يجب المجتمع تربيته على التقبل الأجنبي، على التقبل الأجنبي يسكن معه. شفت الفكرة تاعو الخبيثة، وشفت كلامه الخبيث اللي يقول فيه. ولهذا لا توجد وسيلة لجعل المجتمع تقبل الأجنبي ويعيش معه ويتعامل معه سوى السياح. فتح البلد المجال للسياح أجانب. ولهذا إخوان أخواتي، راك تشوف مشروع تاع شمال أفريقيا، شمال أفريقيا تاع أفرو سونتريك، منين بداو؟ بداو من المغرب ومن تونس، يعني البلدان اللي كان اللي فتح بلدانها للمجال السياحي. يعني يسهل اختراقهم عن طريق كأنهم سياح، ويعني لأنهم يتعاملوا مع مجتمع مولف يتعامل مع السياح وغير ذلك. لهذا ما لقاوش صعوبة، دخلوهم هناك وبدأ يزيد عددهم، وبعد تزداد صوت وتتحم والتحكم فيهم يعني. وأصبحت الجزائر محاصرة من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب من طرف الأفارقة. والأخير والجزائر يعني بفعل السياسة التحالف المنغلقة حمات روحها من هذه السياسة، هذه تاع السياحة واختراق الأجنبي لمجتمعنا. ولكن راهم مازالوا يلحوا على السياحة، على السياحة، السياحة، أطراف تابعة للإرادة الدولية. وهذه صراحة هذه إرادة دولية ما تديرلكش هذا الشيء يعني لأجل مصلحتك، بل هذه إرادة تآمرية ضد الشعب الجزائري. ويا للأسف هناك أطراف راحت مع هذه الإرادة الدولية بحسن نية ربما، وكاين واحد آخرين متآمرين ضد الشعب الجزائري يا للأسف. المهم إخواني أخواتي، من سلبياتها يعني تساعد على تغلغل الأفارقة في شمال أفريقيا، وبعدها لما يدخلوا شمال أفريقيين في الجزائر هم راهم دخلوا الآن، بصح يعني الشعب الجزائري الآن يرفضهم يعني، ويجب أن يرفضوهم يعني. ولهذا لما تكون السياحة يكون هناك وجودهم يعني عادي يعني. ولهذا إخواني أخواتي، مع مرور الوقت يبدأوا يتحكموا ويكونوا في الجمعيات، ويتحكموا في الدول شمال أفريقيا، ويزيد عددهم وهنا يسيطروا على شمال أفريقيا. هذا حسب رأيي إخواني. إخواني أخواتي، هناك طرف ثاني قال كذلك، يعني هذا الأسلوب تاع ترقية السياحة الصحراوية، قالوا بأن هذا يعني هذا أمور يعني غرضها هي إدخال السياحة بالتدريج، يعني مبغاوش يدخلوا السياحة مرة واحدة لأن الشعب يرفضها. لهذا راهم يدخلوا فيها بالتدريج السياحة الترقية الصحراوية، ثم التل، ثم شمال الجزائر والساحل وغير ذلك. راك عارفين هذه السياحة لازم تجي معها الدعارة، تجي معها الفساد، تجي معها المخدرات، المثليين، تقبل المثليين، كل 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 قيم تاع السياحة هذه تفتح لهم يعني، كل الأبواب تفتح. وبعدها تولي تشوي بشوي يعني، تبدا تتغلغل في المجتمع ويتقبلها ويتعود عليها بشوي بشوي، حتى يولي مثلية في الطريق عادي، تولي دعارة في الطريق عادي، تولي كل شيء عادي يعني. تولي تأثر على النساء، تولي بصح شكون يمشي هذيك يعني هذيك السياحة؟ ها لازم النساء، النساء هم اللي يمشوها وهم اللي يستثمروا فيها. تولي المرأة حلالية مسكينة اللي تحب تخدم ولا تحب تعيش تخدم على أولادها ولا أي حاجة، في عمل حلال ما تلقاش، تلقى الوظائف غير في الأماكن تاع المنحرفات، أماكن منحرفة، أماكن تاع النصاش وأماكن تاع الدعارة وغير ذلك. إخواني أخواتي، واش نقول لكم؟ يعني أمر مؤسف، وشين أنا أعتبر بأن هذا الأمر يعني بداية للسياحة، ثم تتحول إلى سياحة جنسية، ثم تتحول إلى أمور أخرى والعياذ بالله، يعني إلى إدخال أفارقة إلى شمال أفريقيا. إخواني أخواتي، العجيب والأعجب من هذا الشيء كاع هو يجيك واحد يعني عنتيل مصري يحط نفسه أنه كجزائري وبدي يروج لك للسياحة. صراحة لما نشوفك يهضر هكذا ويقول لك نحن نروج السياحة ونحن يهضر لك على السياحة، السياحة، والله خلاني أطرح السؤال، من أنت يعني؟ أنت شكون؟ شكون اللي حطك في هذا الموضع؟ أنت شكون وش حطك؟ شكون اللي حطك في هذا الموضع؟ من تكون أنت؟ شكون؟ من وراءك يعني؟ شكون؟ أنت مصري يعني، وش دخلك في الجزائر يعني؟
أنت مصري في مصر، في مصر ما روجش للسياحة، جيت هنا تروج للسياحة في بلادي، أنت واش تكون؟ واش من خبرة عندك؟ واش من يعني مستوى عندك يعني كسياحة ولا هذا الأمر يعني؟ ولا كل من هب ودب يجي يهضر في مجال موش بتاعه؟ يعني واحد فاشل، عنتيل فاشل يعني يجي هنا يهضر لي على السياحة، يهضر لي على السياحة والتشيرة والتأشيرة وغير ذلك. والعجيب والعجب عنده الدعم ويساعدوا فيه ويدعموا فيه وينتقل من ولاية لولاية بسرعة الصاروخ، والوكالات السياحية وراه ويستقبلوه الوزراء ويستقبلوه كل المعنيين. شيء عجيب إخواني أخواتي، أنا صراحة أنا راني محتار في هذا الإنسان، من وراءه؟ شكون راه يدعم فيه؟ هذا الإنسان لما انتقدوه وفضحوه وغير ذلك بأنه ما عندوش مستوى أصلا كصحفي، وما عندوش مستواه متواضع، وجاي يروحوا إعلامي ويستقبلوه في الصحف، يستقبلوه في الجامعات ويستقبلوه، يعني استهانة بكل ما هو جزائري، استهانة بالجامعة الجزائرية، استهانة بالطلبة. الطلبة تجيب الناس اللي دكاترة عندهم شهادات وباينة وواضحة باش يحاضر، يجيب لك واحد إعلامي فاشل يسمي روحه إعلامي، هو فاشل مستواه متواضع، يجي هنا يحاضر لك في الجامعة. والله شي مؤسف. على أي أساس أنتم راكم تسيروا يعني تخدموا في هذه البلاد؟ ولا راكم تروجوا للأشخاص على أي أساس؟ على مصلحة؟ على مصلحة ولا على أي أساس يعني؟ زيادة على ذلك إخواني أخواتي، حاجة اللي محيرتني كذلك يعني، حاجة اللي محيرتني، هذا الإنسان يدخل روحه ويهضر لك على السياح، زاد جاب معاه عناتي الآخرين. يا أخي البارحة راه فضحوا بأنهم بتاع النسوان يعني، وتبينوا بأنهم كلهم عناتيل يعني، يجوا كأنه باسم الترويج السياحي، وبعد كده يديروا علاقات غرامية في الفنادق، ويديروا مواعيد غرامية في الفنادق مع النساء منبطحات لا يمثلن امرأة جزائرية. تروح ليه تزحف إلى الفندق، إلى سيدها العنتيل باش تعمل معها علاقة بلا استحياء، وتجي هنا تتقهر على ابن بلادها وتشكر على ابن بلادها، والمصري العنتيل يعني يجي ليه اللوتيل الشمرة تاعو وتزحف باش تعمل معها علاقة. أنا فكرت يعني، قلت يعني إذا فتحت هذه السياحة يعني كيف راح تولي الحالة؟ يعني كيف راح تولي الحالة؟ كيف راح تولي بلادنا؟ كيف راح تولي؟ يعني شيء مؤسف إخواني أخواتي، شيء مؤسف. أنا هذا الشيء اللي حيرني يعني، هذا خلاني أتساءل يعني الإيمان كيف تكون بلادنا يعني؟ هذو النساء ذو كيف يولوا لهم للوتيلات؟ هؤلاء الناس اللي راهم فرحانين بالسياحة هذه، اسمع لي نقول لك حاجة يعني، لو جاي نهار يعني، يعني هؤلاء العنتيل، العنتيل واش تجيك منه يعني؟ لما يروج لك السياح واضح يروج للسياحة الجنسية يعني، عنتيل يروجوا للسياحة الجنسية يعني، يعني يوم ما انت راك فرحان وزاهي بأنهم تفتح مجال السياحة وفتح المجال للتأشيرات الأجانب، دير في بالك بأنه يوما ما ستدخل إلى بيتك ستجد عنتيل في دارك مع زوجتك مع أختك مع بنتك. هذه ستكون إذا بقيت بعقلية التافهين. سبحان الله، أشخاص صحفيين وإعلاميين ومثقفين يسموا رواحهم مثقفين، لا ندري يعني كيف هم مثقفين، ما عندهمش حتى بعد النظر. شوف البلدان اللي فاتحة مجالها السياحة كيف راهي، ما عندهمش بعد النظر، يجي يقول لك صح ونديروا سياحة ونديروا كذا. افرح 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 عن بالك، السياحة ارواح تدخل السياحة، إرادة دولية تحوس على السياحة لأنها عندها هدف لاختراق مجتمعك، لإدخال أفارقة للمجتمع تاعك، ولتدمير أخلاق وقيم المجتمع تاعك تاع الجزائر، وللتشجيع على الزواج المختلط. إخواني أخواتي ركزوا معي هذا الفيديو يعني، مثلا هذا لما خرج هذا المنشور تاع الترويج تاع التأشيرات، اكتشف شكون اول اللي فرح بهذا الشيء؟ هم المصريين يعني. اكتشف السلام عليكم، متوفر عندنا تأشيرات للجزائر ومصر، يعني بي في خرج هذا الاعلان يعني، وفرحانين وزاهيين وزاهيين بهذا هذا الاعلان يعني. اكتشف هذا الاعلان، ها قالوا كم السعر مباشرة؟ قالوا تأشيرة من مصر الى الجزائر. قالوا تفضل الخاص. هذا قالوا السعر من مصر للجزائر، تفضل الخاص بكامل الجزائر، كم تكلفة تأشيرة الجزائر الحبيب الغالي؟ ها ما شاء الله تبارك الله الرحمن، ما شاء الله، بكم من مصر إلى الجزائر؟ شوف إخواني أخواتي، هؤلاء المصريين إخواني أخواتي باش يكون على بالكم صراحة، لا أعمم، لكن عنتيل عنتيل لما يروج لك للسياحة
علم يا إخواني أخواتي أنه يروج لقدوم العناتيل. والعناتيل كاين أنواع اللي راهم يجوا هنا، كاين يجوا على لأجل النساء الجزائريات لأجل الزواج الاستيطاني، يتزوج باش يستطين هنا يعني الاستيطان هنا في الجزائر، يربي ولاده ويربي هنا في الجزائر ويخدم وغير ذلك يعني، ويزيد يزاحم الجزائري في الموارد الموارد تاعو تاع الوطن تاعو. وكما تعلمون شركات أجنبية مثلا مصرية وغير ذلك دير أولوية لابن بلادها المصريين تخدمهم، والجزائري يبقى في البطالة عايش وتضيق عليه الحالة، يعني هذا يفكر في الهجرة والخروج من البلاد تاعو. وهذه هي الخطة، هكذا رايح، هؤلاء يزيد عددهم باش يجوا يخدموا، وزيد يزحموا الجزائريين يعني أصحاب الحرف، يجي يزحموا الجزائريين حتى في حرفهم. وكذلك من بعد لما يعني يتمكنوا تكون عندهم أموال وغير ذلك، ها يتزوجوا ويربي أولاده، يربي أولاده هنا يعني استيطان، يعني يبدأ كعامل ثم يتزوج ثم يستقر ثم استيطان وغير ذلك. بدليل تشوفوا إخواني أخواتي في الكويت يعني عليه يعني تقلقوا منهم، لأن عددهم زاد. أنا لا أتكلم عن الشعب المصري، لا الشعب المصري نهضر على الفئة لا تمثل الشعب المصري. هؤلاء الفئة يعني صاروا صح كي سماهم بذكر البط ما غلطوش، يعني المكان يروح ليه يفرخ، المكان اللي يروح ليه يحوس على الأنثى يفرخ ويروح، يعني المكان اللي هذا هو المصري. هؤلاء ذكر البط هذا يروح المكان يعني اللي يروح ليه، يروح كخادم ثم يفكر يحوس على زوجة يفرخ يدير أولاد، وهذه هي. المهم إخواني أخواتي لما يجوا هنا للجزائر هنا ويديروا الزوجة الثانية، كي اللي يتزوج يدير الزوجة الثانية، اللي مطلق يتزوج، المهم كل شرائح يتزوجوا، يكونوا جاليات، وتكون هنا جاليات هنا في الجزائر غريبة، تولي يسموهم جزائريين، ومع القانون الجديد هذاك تولي عندهم جنسية وأولادهم عندهم جنسية وغير ذلك. صراحة أمر غريب، يعني هذا هو الشيء اللي راهم يحوسوا عليه. فالكويت يعني فلما خرجوهم من الكويت هؤلاء الفئة هذو كانوا يعني ازداد عددهم، وبعد ذلك استحوذوا على كل يعني مناحي الحياة، يعني سوق العمل استحوذ عليها كل المصريين، سوق الاقتصاد والسياسة كاع مصريين. لهذا تقلقوا منهم الشعب الكويتي، يعني رأوا بأن هذا احتلال بطريقة غير مباشرة، لهذا طالبوا بإخراجهم، يعني هذا أمر، هذا بلدهم وهذا من حقهم يعني. والآن نظرتهم الآن للجزائر، حوسوا ينتقلوا للجزائر، لهذا رسلوا هذولا إلى العناتيل كإعلاميين ويروجنا على السياحة ويهضرنا على السياحة يعني تمهيد طريق للعناتيل اللي راهم جايين هنا لبلادنا، وزادوا صابوا يعني الوضع هناك يعني في الجزائر يناسبهم، لأن هناك نساء يسموهم نساء جزائريات اللي ما عندهمش علاقة بالجزائرية ولا عندهم القبول والميل لذكر البط، أصبحت تميل لذكر البطل وتكره ابن بلادها بغبائهم وحماقتهم وتأثير الإعلام وغير ذلك. لهذا صابوها بلي فرصة لهم، لهذا راهم يرغبون بقوة للذهاب إلى الجزائر، لأنها الجزائر ستكون هي مكان للتفريخ، تفريخ وتكوين جديد. أنا لا أعمم، كان مصريين محترمين يعني يعيش عادي يتزوج عادي يعني، ويعني يتزوج جزائرية لأجل تكوين الأسرة سواء في بلده ولا في أي مكان، وكان واحد آخرين يجوا باش يفرخ باش يستطين استيطان هنا في الجزائر، هذه هي الهدف تاعه. لهذا هؤلاء الناس اللي راهم إذا جاوا بأعداد كبيرة سوق العمل سيستحوذون عليه، والجزائر ما يسيبش كفاية يخدم، ما يسيبش كفاية يزيد ينافسك في مواردك، يزحمك في العمل، يزحمك في كل شيء. وإحنا توانا إحنا شعبنا شعب يحب الأجنبي، ويعني يعشقوا الأجنبي، وحتى في الخدمة يديروا أولوية الأجنبي. راك تشوف السوريين يروحوا المطاعم السورية ويخلوا المطاعم الجزائرية بحجة أن المطاعم الجزائرية ماهيش نظيفة، مع أن هناك المطاعم الجزائرية نظيفة في المستوى لكن ما يقيموهاش، يروحوا للسوريين وغير ذلك. راك تشوف السوق تاع المطاعم السوريين بداو يستحوذوا عليها غير بشوي، تخيلوا تسوق البناء سوق امور اخرى كاع بدا يستحوذ عليها الايادي الاجنبيه، وبعد كذا لما يستحوذوا تكون عندهم شروط الاستقرار يحوسوا على الزوجه الجزائريه باش يتزوج ويكون الاسره تاعو. ومن بعد اخواني اخواتي دوك كيفاه، هذه هي بشوي بشوي تكون عندهم ابناء وتكون عندهم جاليه، ومن بعد بدا يغيروا في القوانين تاع الدوله، نحل الجنسي افتح الجنسيه لكل الجنسيات، بدل كلش،
يطلعوا شوية، تكون عندهم قوة اقتصادية ثقافية اجتماعية، يطلعوا يولوا برلمانيين، يولوا سياسيين، وهكذا يستحوذوا على البلاد. والجزائري يعني من أب وأم جزائرية، يعني تهبط الـ يعني قيمته، وتولي ما عندوش أي تأثير في بلاده، خلاص البلد تاعو سرقت منه، صحيح انتهى. راك تشوف كيف وين جايه، وامور وراه رايحه. اخواني اخواتي، نزيدكم شي حاجه اخواني اخواتي، ولكن الحاجه اللي محيرتني مؤخرا هذه الايام، يعني شوف كيف الصحافه، القناه الاولى تاع الجزائريه تاع الاذاعه، عيطت هذاك المصري هذاك العنتيل، بدا يهضر مع السياح. ما السياح دوك جات يعني اعلان عن فتح اعطاء استشيرات، وزيادة على ذلك هناك تقارير صحفية في دولية يهضروا عن الناس، الجزائر هي أحسن دولة سياحية عالميا. هذه التقارير صراحة صحفية أعتبرها يعني مشبوهة، غرضها هو يعني ترويج للسياحة في الجزائر، إدخال سياح الجزائر مهما كان الأمر، لتقوم بدورها في تدمير وإفساد المجتمع الجزائري، والقضاء على رجولة رجل جزائري، يصبح رجل جزائري ديوث، يعني يعطي مرته وبنته للأجنبي لأجل المال، وتكون هناك سياحة جنسية وزواج سياحي، ويعني وتولي الناس تتبع الأموال، ما يهمه لا مرته ولا بنته، يعطيهم يعني الأجنبي مهم مقابلها مال، وهذا الشيء لا يحوسوا عليه. يعني الشعب لما تكون عنده عزة ما ينذلش، لكن الشعب اللي يقضى على الرجولة تاعو يكون ديوث، خلاص يعني يولي عبد، ولي عبد عند هؤلاء الأجانب. نزيدكم حاجة إخواني أخواتي، نزيدكم حاجة، تابعوا معي إخواني، تابعوا هذا الفيديو. صنفت ضمن أجمل دول العالم التي ينصح بزيارتها في عام 2023 نظرا لجمال الطبيعة بها، وعلى الأخص صحاريها التي تشبه الذهب برمالها اللامعة. إنها دولة الجزائر الأولى عربيا حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية. وجاءت الجزائر ضمن 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023. واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والثانية والعشرين عالميا كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها. أما عربيا فجاءت الجزائر في الطليعة، تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة 26 عالميا، واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية. المهم اخواني اخواتي، راك تشوف يعني هذه التقارير الصحفيه، وكان هذيك الصحيفه اخرى يعني امريكيه ثانيه تهضر بان الجزائر هي افضل موقع سياحي. انا راس اخواني اخواتي بان هذا امر ترويجي، يعطوهم الدراهم باش يهضروا على الجزائر، باش يعني باش يشجعوا على السياحه، ادخال السياحه في الجزائر عنوه حبيت ولا كرهت. وانا اقولها صراحه، السياحه في الجزائر يعني ليس هي اراده دوليه لجعل الشعب الجزائري، لتهيئة الشعب الجزائري للتقبل بالأفارقة والأجانب والاستيطان الأجانب، يعني استيطان بالأفارقة وتقبل الأقدام السوداء والتقبل بالصهاينة اللي كانوا هنا وراحوا. يعني لما تكون أنت متقبل بالأجنبي خلاص، يعني السياحة هي تخلي الجزائري يتقبل أي أجنبي ويرحب بأي أجنبي، لهذا يدخلوا كل أجناس إلى بلادنا، ولما تكون أجناس كلها إلى بلادنا يقضوا على الشعب الجزائري، وبعدما يقضوا على الشعب الجزائري تكون جزائري في أيدي الإرادة الدولية. هذا الشيء لا يحوس عليه إخواني أخواتي. وش نقول لك، الله يجعل الخير والله يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ونرجو الناس تكون واعية وشعبنا يكون واعي والشريحة المثقفة تكون واعية، لأن هناك بروجي كبير تاع الأفارقة، توطينهم في شمال أفريقيا مازال يخدم، وراهو عنده مدة 20 سنة، يعني محددينها 20 سنة فما فوق، لهذا يجب مقاومة مواجهة هذا البروجي، لأنه إذا سكتنا فإننا يوم ما سيطردونا من أرضنا وينحونا أرضنا ويحوزونا كلاجئين في الشرق الأوسط، ونكون احنا ننتظر مساعدات دولية، وحينها نندم ولا ينفعنا الندم لما نفقد أرضنا. يعني الشعب لما يفقد أرضه خلاص
يتشتت وما يكون عنده حتى قيمة ولا أرض ولا دولة ولا أي شيء. الله يجعل الخير، والسلام عليكم.